السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناة سيريم. سننجز اليوم غرزة صيفية سهلة وبسيطة وسريعة فقط بغرزة العمود بلفة. ننجزها بلون واحد أو عدة ألوان، لكن اختيار في ذلك. بسم الله، عقدة البداية ثم نشكل سلاسل من مضاعفات رقم 6. ثلاثون سلسلة، 6 × 5 زائد سلسلتين، ثم ارتفع بثلاث سلاسل بمثابة العمود الأول، أترك هنا سلسلة 2 3، وفي السابعة أشكل عمود بلفة، ثم عمود ثاني في نفس المكان، وعمود ثالث في نفس المكان، سلسلتين، وفي السلسلة التي بجانبها هنا عمود بلفة منفرد. الآن أترك 1 2 3 4، وفي الخامسة شكل عمود ثم عمود آخر ثم عمود ثالث، نفس الشيء قمت به هنا، سلسلتين، ثم السلسلة التي بجانبها عمود بلفة. الآن أترك 1 2 3 4، وفي الخامسة عمود بلفة آخر السطر، نترك 1 2 3 مثل البداية، ونشكل عمود بلفة. الآن نرتفع بثلاث سلاسل، ندير العمل، وفي الفراغ الذي شكلناه بالسلسلتين بين العمود الأول والثلاث أعمدة نشكل مثل هذه الغرزة، ثلاث أعمدة بلفة سلسلتين، وفي نفس الفراغ عمود بلفة، ثم ألف الخيط على الإبرة الكروشيه وأذهب إلى الفراغ التالي، آتي إلى هذا الفراغ، ثلاث أعمدة، أشتغل بنفس الغرزة، ثلاث أعمدة، سلسلتين، وعمود بلفة، نفس الشيء هنا، آتي إلى الفراغ هنا وأشكل هذه الغرزة، ثلاث أعمدة، سلسلتين، وعمود.
آخر السطر فوق السلاسل مشكل في السلسلة الثالثة عمود بلفة. إذن أكرر نفس الغرزة في كل سطر، أرتفع بثلاث سلاسل، وفي الفراغ بين ثلاث أعمدة والعمود أشكل نفس هذه الغرزة، يعني ثلاث أعمدة سلسلتين وعمود. آخر السطر دائما فوق السلسلة الثالثة أشكل عمود بلفة، ثم أرتفع بثلاث سلاسل أدير العمل ونفس الطريقة. لاحظوا الأعمدة مرة تكون مائلة إلى هذا الاتجاه ومرة أخرى مائلة إلى الاتجاه المعاكس. نستمر بهذا الشكل إلى أن نصل إلى الطول المناسب بنفس الطريقة. إذن أضفت أسطر أخرى وحصلت على هذه النتيجة كما تلاحظون. لاحظوا وضعية المربعات مائلة في اتجاه واتجاه المعاكس. أتمنى أن يكون الشرح واضحا وتتمكنوا من إنجاز هذه الغرزة في مشغولاتكم بنجاح، وإلى أن ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، دمتم في رعاية الله.